السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الحلوه ديال اللوز اللي كيكون عليها اقبال كبير في هذه الوقيته، وكذلك غادي نشوفوا سر اللون الذهبي لعجينه الكعبه وشنو هو، وبزاف الاخوات اللي كيتسائلوا هكا على التعليقه وشنو هو السر فيها. فان شاء الله التعليق هذه العقده طبعا، فان شاء الله غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو جميع التفاصيل فيما يخص الحلوه ديال اللوز ونجاحها، وكذلك سر نجاح العجينه اللي بزاف عنده مشكل معها. فغادي نبارطاجي معكم ان شاء الله العجينه البيضاء وكذلك العجينه السوداء اللي كنخدم بها بزاف، يعني ملي تماريي العجينه البيضاء مع العجينه السوداء كتعطيك واحد المنظر هكا، واحد الحلوه راقيه. فنمروا على بركه الله لجميع التفاصيل. فهنايا عندي 2 كيلو نتاع الدقيق، كيلو نتاع الزبده بدرجه حراره المطبخ، درت واحد رشه ملح، وهذا هو المكون السحري اللي كيعطيني واحد اللوين زويون للعجينه ديالي نتاع الكعبه. فغادي تشوفوا معايا كيفاش كنخدم هذه العجينه. كانت لمسه من لمساتي، والصراحه واحد النتيجه روعه روعه. وهذا العسل الدور ديالها كيعطينا داك اللون الذهبي، وكذلك كتخلي ديك العجينه بزاف هشيشه، يعني زوينه كتذوب في الفم. فنتمنى اخواتي انكم تجربوا هاد لاستيس وتجربوا هاد العجينه بالذات، ان شاء الله راكم ما غاديش تستغناو عليها في الخدمه نتاعها. وشنو نقول لكم، مريحه بزاف وزوينه، وتقدروا تحتفظوا بها حتى في المجمد الا تبقات لكم منها. وهنايا كتشوفوا ضفت قطرات من روح الزهر، ممكن جدا تستعملوا غير دوك القريعات الصغار. وكذلك عمرت واحد الكاس نتاع العنبه من مزهر العادي، فان شاء الله غادي نمعس ديك الزبده مع داك العسل مع داك الدقيق، غادي نمعسهم مزيان مزيان. ومن بعديها غادي تشوفوا معايا الاضافات اللي غادي نضيفها على هذه العجينه باش نساليو من هذه الوصفه. هنايا غادي نضيف لها 4 البيضات في هذا المقدار. انا هنايا دايره مكثره العجينه، يعني دايره 2 كيلو نتاع الدقيق مع كيلو نتاع الزبده. لكن نتوما الا بغيتوا تجربوا هذه العجينه، ممكن جدا انكم تستعملوا مثلا غير نص كيلو نتاع الدقيق وربعه نتاع الزبده، حاولوا تخدموا بها واحد الشكل بعدا وشوفوا النتيجه نتاعها، وغادي تعجبكم متاكده. فملي دخلت دوك البيضات هكا عجنتهم شويه، غادي نحاول انني نلم العجينه بمزهر طبعا، لكن ردوا البال اخواتي ان العجينه ما خصهاش تكون جاريه، ضروري انها تكون هكا تميل، يعني تكون شويه قاسحه. ما غاديش نقول لكم قاسحه بزاف، لكن تكون شويه قاسحه هكا باش تساعدكم في الخدمه وتعطيكم الطوع. المهم انا كنحاول انني ندلك وفي نفس الوقت كنضيف شويه بشويه داك مزهر حتى نتاكد من القوام تاع العجينه، ومن بعديها غادي ندلكها مزيان ونديرها نجمعها هكا في واحد البلاستيك غذائي ونحطها في الثلاجه ترتاح من 2 سوايع ل3 سوايع، تقدري تبدي تخدمي فيها. لكن بكل امانه انا ديما لا كوموند كنبغي نقسم هكا الخدمه، نبغي العجينه نعجنها بالليل ونخليها ترتاح وتاخذ راحتها هكا باش تعطيني الطوع وما تعذبنيش نهائيا في الخدمه، ما تبقاش تلتصق، ما تبقاش يعني تكون واحد القوام عندها زويون بزاف. فهنايا كيف ما شفتوا كندلك تقريبا واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. اللي دخل لي في هذه العجينه من مزهر هو كاس نتاع العنبه بالتمام والكمال. صافي حطيتها في الثلاجه، جيت نعجن معكم العجينه السوداء نفس القوام تقريبا. المهم غادي ندير انا غير 500 غرام تاع الدقيق، ربعه نتاع الزبده بدرجه حراره المطبخ، العسل غادي نضيف بها كميه صغيره، واحد البيضه، رشه ملح، وبودره الكاكاو اللي غادي يعطينا داك اللون الاسود، وكذلك ما نستغناش على روح الزهر ومزهر. فروح الزهر كنضيفوه هنا في العجينه غير باش يعزز لي النكهه نتاع مزهر، لان نعرفوا ان مزهر في الاسواق ما بقاش داك مزهر اللي كيكون ممتاز 100%، فكنحاول نضيف من روح الزهر شي قطرات قليله. فكتشوفوا هنايا حيدت واحد 3 معالق كبار من الدقيق، واللي غادي نعوضهم ببودرة الكاكاو المر باش نحصل على واحد العجينة اللي كتكون سوداء. غادي نضيف رشة ملح على ديك الزبدة والدقيق والكاكاو، وواحد المعلقة صغيرة نتاع العسل. واخا هاد العجينة سوداء لكن غادي نضيف لها العسل، علاش؟ كما قلت لكم عندها هي 2 نتاع الادوار. الدور الاول انها تعطيني واحد اللون ذهبي اللي كنبغيوه يكون هكا في العجينة البيضاء، والدور الثاني انه كتهشش لينا العجينة
وتعطيها واحد القوام زوين، قطرات قليله من روح الزهر غادي نضيفوهم، ومن بعديها نفس العمليه غادي نمعسو ديك الزبده مع الدقيق مع الكاكاو، ونحاولوا اننا نضيفوا البيض وما زهر كذلك نعجنوا به. فعلى العموم غادي يدخل لي تقريبا رابعه نتاع ولا ربع كاس نتاع ما زهر في هذه الكميه، لان كيف ما شفنا في كيلو في 2 كيلو نتاع الدقيق وكيلو زبده دخل لي كاس معمر. دابا هنايا في 1/2 كيلو نتاع الدقيق وربع زبده غادي يدخل لي ربع كاس نتاع ما زهر اللي غادي نعجن به العجينه. فهنايا غادي نضيف البيضه نخلطها حتى هي شويه، ومن بعديها غادي نضيف ما زهر شويه بشويه البنات، باش ما تبقاوش يعني باش ما يفوت لكمش القياس نتاع السوائل وتجيكم العجينه جاريه وتمحنكم في الخدمه. عندها الدواء اكيد، لكن الا بقيتوا تزيدوا عليها الدقيق باش تقصحوا العجينه غادي تكون تاني عاود كميه الزبده ناقصه فيها، لاننا نعرفوا القاعده الاساسيه في عجينه الكعبه كتكون مثلا الا درنا كيلو نتاع الدقيق غادي نديروا 1/2 كيلو نتاع الزبده. فصافي غادي انا نبقى ندلك ونشوف واش ديك العجينه خاصها مازال ما زهر باش نشوف القوام تاعها نيشان. صافي دخل لي ربع كاس فيها، غادي ندلكها مزيان نحطها حتى هي في واحد البلاستيك غذائي ونبيتها في الثلاجه، ما فيهاش نهائيا الخميره حمراء ولا البيكنج باودر، كتعجن غير بالزبده وما زهر وديك البيضه. وهذا هو القوام نتاع العجينه السوداء، ربع كاس نتاع ما زهر. فدابا غادي نمروا للتفاصيل نتاع العقده وكذلك الشكيلات اللي هكا بارطاجيتهم معكم. فهنايا بالنسبه للوز، انا من بعد ما طيبت الماء ودرت داك اللوز في داك الماء الطايب وخليته يغلي واحد زوج دقائق، ومن بعديها طفيت عليه فسخته هكا وغسلته بالماء بارد، ومن بعديها درته ينشف. فصل الصيف غادي غير من الصباح للعشيه غادي ينشف، لكن فصل الشتاء اكيد اكيد خصنا ندخلوه للفران ولا نبيتوه ليله كامله باش ينشف من دوك السوائل. انا في الاول طحنت الطحنه الاولى نتاع داك اللوز 3 كيلو لوز طحنته في الطحانه، ومن بعديها ضفت عليه كيلو ونص نتاع سكر سنيده غادي نطحنهم للمره الثانيه باش هكا ديك سنيده مع اللوز تعلك لي وكذلك ينسجموا مع بعضياتهم. من بعديها درتهم هكا في هذه القصعه واسعه، درت واحد المعلقه كبيره نتاع روح اللوز النوعيه الممتازه طبعا، ومعلقه كبيره نتاع معلقه كبيره لكن مسوحه نتاع المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه نتاع سكر سنيده. فهنايا جا الوقت اللي نضيف الزبده، ضفت 6 المعالق كبار مقببين نتاع الزبده بدرجه حراره المطبخ راكم تشوفوا فيها، ولا اللي يبغي الوزن هكا بالغرامات فضفت 600 غرام نتاع الزبده لهذه الكميه. فهنايا في الزكسيدي وضفت تقريبا واحد زوج كمشات هكا نتاع الجليكوز اللي هو اساسي في الحلوه نتاع اللوز، كيعطيني واحد التحليقه خطيره خطيره البنات، يعني احسن من اللي نضيفوا الكونفيتير ولا المربى ولا الناطاج، فهاد الجليكوز كيعطي واحد التحليقه واعره واعره. فغادي نحاول انني هكا نعجن مزيان داك اللوز مع ديك الزبده مع دوك المكونات اللي ضفتهم حتى تولي عندي واحد العجينه ملساء اللي تساعدني هكا على الخدمه. فبالنسبه للجليكوز اللي يبغي القياس بالمعلقه كبيره غادي ديروا تقريبا مثلا في هذه الكميه 3 معالق كبار نتاع الجليكوز. وهكا انا حاولت انني نسرح داك العقده هكا في القاع نتاع القصعه، وهكا باش تقوموا ولا باش تنكهوا كل طرف باللي نتوما باغيينه. فانا كيما قلت لكم يعني باش ما نكثرش عليا حتى المعن، صافي هكا قسمت واحد الجزء غادي نضيف فيه روح سيترون، يعني كيجي زوين البنات كيبدل من لون العقده وكذلك يعطيني واحد النكهه اللي هي زوينه ومجهده. واحد الجانب اخر زدت له الاضافه نتاع لي فروي كونفي. المهم انا غادي ان شاء الله ملي نمعس داكشي غادي نشوف القياس نتاعي واش نزيد من لي فروي كونفي ولا نكتفي بداك الشيء. وواحد الجانب ضفت له القرفه باش تنكه لي حتى هي العقده نتاع اللوز، يعني باش هكا الحلوه ديال اللوز تجي كل حاجه في لذه مختلفه. فزدت هنا واحد شويه نتاع الزبده لديك العقده،
صافي غادي نحاول انني نعجنها مزيان، لان هاد اللي فيها لي فروي الكونفي ان شاء الله غادي ندير بها الغريبه، والغريبه نعرفوا انها تحتاج للزبده، فبغيتها تجي هكا غنيه بالزبده. اما داك الطرف اللي درت فيه الزبده لينه وما بينتها لكمش، هذيك ان شاء الله غادي نحضر بها الكعبه، لكن ما بغيتش نديرها هكا في هذا الفيديو، بغيت نخصص ليها فيديو اخر باش نعطيها وقتها في الشرح، لان كعب غزال فيها تفاصيل كثيره باش تنجح معكم من اول تجربه وتجيكم شي حاجه الروعه. فانا كان نخدم بزوج انواع نتاع الكعبه، كاينه الكعبه الفويتي وكاينه الكعبه العاديه، فغادي ان شاء الله نبارطاجيهم معكم فيديوهات قديمه. فكتشوفوا معايا هنايا درت واحد العجينه، المهم درتها صايبتها هكا بحال الصبيعات، جبت العجينه السوداء ورقتها رقيقه في الوراقه، وجبت العجينه البيضاء كذلك قطعتها اشريطه كيف ما كتشوفوا، درت وحده بيضاء وحده كحله كتعطيني واحد المنظر زويون، فهاد الحلوه كتجي راقيه في المنظر وغير معتاده، يعني ما كنشوفوهاش هكا من ضمن الحلويات اللي معروفه. فهذه كنت كنصايبها اكثر من 10 سنين، كنت كنصايبها ليا هكا لداري وداكشي، وكتعجبني الصراحه عزيزه عليا. فهنايا كتشوفوا انني قوستها درتها بحال شكل الكعبه، لكن في الاخير غادي ها انتما كتشوفوا في الاخير غادي نثبت على انني نديرها بحال لي سيجار. علاش؟ لان ديجا عندي في لي بلاطو شكل الكعبه هكا مقوس، فقلت علاش لا ما نبدلش الاشكال باش يجي واحد مثلا مدور، واحد بحال الاصابع، واحد المهم هكا الاشكال يكونوا مختلفه. فهنايا جبت كذلك شويه من داك العقده اللي فيها لي فروي كونفي، حاولت انني ندير بها هكا عصيات، ودهنتهم بيض البيض كتشوفوا دهنتهم يعني من الوجه مزيان بيض البيض. وغادي نحاول نجيب الكونكاسي اللوز طبعا، ونحاول نفند فيه هكا دوك العصيات. بزاف الناس اللي هاد الحلوه نتاع الساقيه كيديروا فيها الجلجلان، يعني يخلطوا يزينوا هاد العصيات بجلجلان، لكن انا بغيت نبقى غير في نفس الريتم نتاع اللوز، داكشي علاش درت لي كونكاسي، والصراحه كيجيو راقيين هكا على جلجلان الصراحه. فغادي تشوفوا معايا كنهزهم هكا ونقادهم في اللاطه، ونزيد نستمر على هاد الطريقه، نبقى ندهن في دوك العصيات ببيض البيض، ومن بعديها في اللوز كونكاسي حتى نسالي الكميه اللي عندي. حاولوا انكم تكونوا سخيين في داك اللوز كونكاسي، وانكم تحاولوا باش دوك العصيات يهزوا مزيان واحد الكميه نتاع اللوز كونكاسي، حتى الا ما درتوش من التحت ماشي مشكل، المهم الوجه والجناب يتغلفوا مزيان باش تجي لا فينيسيون نتاع الحلوه زوينه. لان الحلوه رانا نعرفوها ملي تشوفي الحلوه هكا بعينيك وتقولي هاد الحلوه زوينه، راه ماشي غير هكاك، راه اكيد الانسان راه تعب فيها ودار لها واحد لا فينيسيون اللي كتكون زوينه. فهنايا كتشوفوا جبت الظهر نتاع الموس هكا، وبقيت كنحفر في دوك العصيات باش ندير ديك الساقيه هكا في الوسط، ولا ديك التفليحه هكا اللي غادي ان شاء الله من بعد ما تطيب غادي نعمرها بواحد التعليكه اللي كتجي خطيره البنات، كتكون غنيه وخطيره خطيره ديك التعليكه، ان شاء الله غادي تشوفوا معايا تفاصيلها. صافي هنايا من بعد ما فرقت هكا الاخر غادي نخلي هاد اللاطات على جنب. المهم انا في الحلوه ديال اللوز كنخدمها كلها في مره واحده حتى نسالي ونعمر اللاطات، ومن بعديها نبيتها ونخليها حتى الغد ليه ونطيبها. يعني ملي كنخدم الكعبه والغريبه كلشي كلشي كنبيته، يعني واحد النهار غير الخدمه وواحد النهار غير الطياب. فكتشوفوا هنايا صافي بقيت نكور في ديك الغريبه اللي قلت لكم عليها، حتى هي فيها لي فروي كونفي، بغيتو تضيفوهم بغيتو ما تضيفوهمش، بغيتو كذلك تنكهو باش ما بغيتو ديك العقده ديال اللوز. المهم الاساس انه القاعده الاولى راني عطيتها لكم اللي فيها الجليكوز فيها الزبده وروح اللوز وشنو اخر عاودتنا قطرات من روح الزهر. المهم هادوك من تمعسوهم مزيان وتخدموهم مزيان، من بعديها تقدروا ديروا قشور البرتقال المعسلين ولا قشور الحامض المعسلين كيجيو زوينين بزاف، ولا غير القرفه. المهم نتوما غادي تفننوا على حساب اللي بغيتوه. فالغريبه ديال اللوز كتشوفوا انني حطيتها هكا في بياض البيض، ومن بعديها في لي زاموند كونكاسي، وتحطوها في اللاطه نتاعكم. هنايا جيت اخواتي خديت ديك العجينه السوداء كتشوفوا فيا انا غبرتها هكا بشويه نتاع الدقيق باش نحاول انني نمررها
في ديك القطعه نتاع السباغيتي، يعني باش نحصل على خيوط باش ما تبقاش هكا تلتصق مع بعضياتها. كتجي زوينه هاد الحلوه نتاع العشيشات، وشفت الاخوات كيستعملوها ولا كيجهزوها بالعجينه البيضاء، لكن انا فضلت انني نحضرها هكا بالعجينه السوداء، والصراحه جات راقيه راقيه وزوينه هكا. فمن بعد ما كورت العقده اللي كنت نكهتها انا بروح الحامض، فحاولت انني نقبض هكا واحد الجزء من دوك الخويطات ونحاول نلويهم هكا على العقده ديال اللوز. وحاولوا انكم تخليوا دوك الفراغات، غادي تشوفوا معايا في الشكل الثاني دوك الفراغات هكا ملي يكونوا وتبان شويه ديال العقده كيجيو زوينين ملي كيطيبوا صافي. وغادي نحاول نغرس فيهم واحد ثلاثه ديال الحبات ديال اللوز هكا اللي كيكونوا وافيين ما محمرين ما والو، لانهم غادي يتحمروا هكا في الفران صافي. وكان هذا هو الشكل الثالث اللي كيجي زويون بزاف، وبالخصوص ملي كنساليو يعني من الطياب نتاع الحلوه ونخليوها تبرد كنضيفوا ليها داك الناباج اللي كيعطينا لوغو زويون، وكذلك يعطينا واحد اللمعه اللي كتكون مثيره هكا وكتجذب العين صافي. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نسالي دوك العشيشات. وكيف ما قلت لكم حاولوا انكم تخليوا الفراغات هكا بين دوك الخيوط باش تعطي واحد الجماليه اكثر لدوك العشيشات ديالنا. فنتمنى اخواتي ان فيديو اليوم ينال اعجابكم، واخا الفيديو زعما كان شويه طويل، لكن البنات يبغيو هكا يشوفوا ويبغيو يتمعنوا باش يشوفوا هكا الاشكال ويتمعنوا فيها ويطبقوها هكا وتنجح معاهم من اول تجربه. اما الحلويات فما شاء الله عليهم، هادوك راهم اون فوا يشوفوا الشكل غير بالعين راهم يطيروا الشكل كيفاش تخدم. فهنايا خديت العجينه البيضاء وحاولت انني نقطعها هكا بديك القطعه المدوره، ومن بعديها لويتها على العقده نتاع اللوز. وحاولت هكا صافي غادي نمشي على هذه الطريقه. ومن بعديها غادي نكورها هكا مزيان ونضغط عليها هكا نبسطها شويه باش ندوز عليها المرشم نتاع الشهده اللي معروفه عندنا الشهده. غير شنو هي اللمسه اللي ضفتها انا لهاد الحلوه ديال الشهده؟ هو في التزيين كتشوفوا انها مزينه باللوز كونكاسي، لكن ماشي اللوز كونكاسي الابيض. غادي تشوفوا معايا كيفاش خدمته. فكان هذا هو السمك ديالها وكذلك الشكل ديالها من الفوق، فنحطها في اللاطه حتى هي. فكانت هذه هي التعليكه، هادشي غد ليه في الصباح صافي طيبت انا الحلوه ديالي. وكانت هذه هي التعليكه، درت زوج معالق كبار نتاع نيستلي كراميل، واحد زوج معالق كبار كذلك نتاع الجليكوز، واحد لا معلقه كبيره نتاع الجليكوز، وزوج معالق نتاع الناباج، وواحد الكميه نتاع لي فروي كونفي هكا. وان شاء الله غادي نزيد معاهم شويه نتاع لي زاموند افيلي، وكذلك القرقاع اللي قطعته هكا رقيق ضفتو التاليه، يعني عطاتني واحد التعليكه خطيره يا البنات مع داك الكراميل نيستلي. كتعرفوا اللذه نتاعو كيفاش دايره. فانا من بعد ما طيبت هاد العصيات حاولت نعمر ليهم في الوسط، ومن بعديها بديت هكا نقطع بكل سهوله. لكن قبل ما نقطع راكو تشوفوا انا ضفت هكا خويطات نتاع الشوكولا رقيقه من الوسط باش تعطيني واحد الشكل مغاير على حلوة الساقية المعروفة. جات زعما الصراحة جات خطيرة هكا ملي كنكونو نشوفو فيها هكا بالعين المجردة، ماشي كما التصوير. صراحة أنا كنت كنزين في هاد الحلوة وأنا مزروبة، يعني داكشي يمكن علاش ما صورتش معاكم كاع جميع التفاصيل، لكن راني كنتكلم وكنقول لكم على كل التفاصيل. هكا كتجي راقية راقية، ودوك الخويطات حاولوا أنكم ديروهم رقاق رقاق بزاف. والسر في هادشي انكم تصفيو الشوكولا نتاعكم ملي تذوبوها، صفيوها وديروها في واحد الساشي وتقبوها تقبه صغيره. فكانت هذه هي الاشكال من بعد ما دهنتهم طبعا وزينتهم بالكونكاسي في الجناب. وبالنسبه لحلوه الشهده كتشوفوا انا درت الكونكاسي اللوز، ضفت عليه البودره نتاع الكاكاو وخلطتها مزيان، ومن بعد غربلتها وخليت غير داك الكونكاسي اللي كيكون هكا ملبس بالكاكاو، كيجينا زويون الصراحه. غادي تقدموهم اكيد في الكويغطات
ولا في لي كاسات وتسدفوهم على حسب الرغبه، نتوما بغيتو تسدفوهم في لي بلاطو ولا هكا في طبيصلات. المهم شي حاجه قمه في الروعه، لا من ناحيه اللذه ولا من ناحيه التعليكه نتاع هاد الحلوه ديال اللوز، وكذلك العجينه نتاع الكعبه اللي غادي ان شاء الله نشارك معكم فيديو بجميع تفاصيله لنجاح الكعبه، وغادي نشاركها معكم بزوج انواع باش تشوفوا الفرق بين الكعبه فويتي، انا سميتها الكعبه فويتي لانها كتجي خطيره يا البنات، لا من ناحيه المنظر ولا من ناحيه اللذه نتاعها والماكله نتاعها. فكانت هذا هو فيديو اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم، ونتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه، ونتمنى انكم تطبقوا كذلك هاد الحلوه باش تلددوا اللذه نتاعها والتعليكه نتاعها، وكذلك تحكموا على العجينه الذهبيه نتاع كعب غزال اللي تقدروا تستعملوها في اي حلوه، سواء كانت نتاع الكاوكاو ولا نتاع اللوز، وكذلك كتدخل حتى المجمد، يعني تحتفظوا بها ملي تبغيو تخدموا بها، غادي تجبدوها من المجمد وتخدموا بها، مثلا الا تبقات لكم ما ترميوهاش، بالعكس احتفظوا بها. فكتشوفوا العشيشات دوك الفراغات عطاوها واحد الجماليه. وبالنسبه للناباج الا بغيتوه ما يبقاش يلتصق بالايدي، غادي تسخنوا الفران وتطفيو عليه وتدخلوا الحلوه نتاعكم بعد ما تدهنوها بالناباج، باش داك الناباج يلصق عليها وبحال يبس عليها، وملي ترفدوها هكا بيديكم ما تبقاش تلتصق بين الاصبع. فهذا هنا كان مهم، نتمنى ان فيديو اليوم ينال اعجابكم، ونتمنى ان قناتي كلها تنال اعجابكم، وما تنساوش تدعموني بلايك باش نعرف ان الفيديو عجبكم، واشتراك في القناه بالنسبه لي اول مره يشوف قناتي، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. هذه هي، خليتكم على خير مع فيديو قادم غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.